بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بهذا السؤال الأخير مرتبط بالسجائر الإلكترونية. أولا، وزارة الصحة عملت على التنبيه على هذا الأمر ودعت إلى الامتناع عن القيام بعملية إشهارية لذلك، وفي نفس الوقت وزارة الاتصال تعاونت مع وزارة الصحة من أجل تدقيق الإطار القانوني الذي يحول دون القيام بهذا النوع من العمليات الإشهارية، والمستند على دورية للسيد وزير الداخلية صدرت في سنة 2001 تنظم الإشهار على مستوى اللوحات الإشهارية في الطرق العمومية. بالإضافة وعلى هذا الأساس، فإن وزارة الصحة ستواصل عملها من أجل التحسيس ومن أجل اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية الصحة العمومية.